كل القرآن والدين كله على راسي، بس لا تجيب الخمارين والخمر لا تجيبهم، لأن دولة عند بعض الناس العميان واقعا عند دولة مقدسين ما أدري ليش يعني. يا أخي طيبين يا أخي، والله لو طيبين شاحترموا الله عز وجل. هاي الطيبة جاي يكذبون بيها على أنفسهم حتى يبقون بطريق الغي. هاي الطيبة الشيطان أفاضها عليهم حتى ما يتركون طريق الخمر. مو طيبة حقيقية هذه، وأنت ما تنتفع من عندها.